أبوكي موجود؟ أبوكي موجود؟ عايزة إيه؟ جاوبيني. لا مش هنا. ممتاز. أبداً ماني حابة أسمع الكلام اللي حقول لكم. إيش كنتي بتسوي مع حمزة أمس؟ إيش الشيء المهم اللي ما ينفع ينقال في المستشفى فطلعت تقوله برا؟ أنا متأكدة إنك سألتي وجاوبك. صح، بس أنا الآن جاية أسألك أنت، أسمع منك فجاوبي. جاية تسأليني دلوقتي وانت امبارح ما اديتنيش فرصة انطق حتى؟ جاية اسألك بس انت الآن ما تبغي تجاوبي. عشان انت مش جاية تسألي، انت جاية تخوفيني وتهدديني في بيتي. والله كان ممكن تستني ساعة واحدة بس وكنت هتشوفيني في المستشفى وتسألي كل اللي انت عايزاه. الآن هذا كله اللي انت قاعدة بتسويه عشان ما تقولي لي ايش كنت تبغي من زوجي وبرا الشغل ولحالكم. عاد أنا والله كنت مصدقته، بس تصرفاتك هذه ما حسستني إنه في شيء مو طبيعي. ويا أنت بتكذبي يا هو بيكذب، يا أنتوا الاثنين كذابين. أنا ما قلتش حاجة عشان تقولي إن أنا بكذب. لا كيف؟ اللف والدوران هذا طبيعي يخليني أشك. أنت حتى عينك ما أنت قادرة تحطيها في عيني وتقولي لي الحقيقة. أنا كنت قولي لها يا هايدي، قولي لها اللي هي جاية هنا تسمعه ومش هتمشي غير لما تسمعه. هتقولي لها أنت ولا أقولها أنا؟